تحضيرا للموعد التاريخي الذي ينتظره في إياب دور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا، طمأن نادي وفاق سطيف معجبيه ومحبيه بعدما حقق انتصارا معنويا على حساب شباب عين الفكرون بملعب 8 مايو بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. المباراة جرت في حضور عدد معتبر من عشاق النسر الصيفي. قدم فيها أشبال المدرب خير الدين مضوي مستوى جيدا قبل أيام قليلة عن مواجهة الحسم التي تنتظرهم أمام الترجي التونسي، خصوصا على مستوى خط الهجوم الذي تمكن من زيارة شباك السلاحف في 4 مناسبات كاملة بواسطة ثنائية كل من زيايا وبنيطو. هذا ومن المقرر أن يختتم النسر الصيفي سلسلة لقاءاته الودية أمام شباب باتنا يوم الخميس المقبل على أن يواجه الترجي سهرة يوم السبت بملعب 8 مايو في حدود الساعة 8:30 ليلا بالتوقيت المحلي.